400,000 درهم هو مبلغ مهم، الحمد لله اللي جاني في رزقي واللي غادي يفتح لي بيبان الخير، وغادي ان شاء الله ندير به واحد المشروع اللي باقا كنفضل نستشر مع الناس خبراء. ما بغيت ناخذ حتى شي خطوه اللي تقدر تكون ماشي في صالحي، نستشر مع الناس نعرف شنو اللي كيتمشى في السوق، شنو اللي غادي ينفعني، وان شاء الله ناخذ الانيسياتيف. كنفكر ان شاء الله ديسي واحد ان او ولا دو زون ابري افوار اون اكسبيريونس في لو دومين باش ندير لو ستاج اللي عطاوني ليميسيون، نقرا ندير دي فورماسيون، ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله في توب شيف ام بي سي. وي.